السلام عليكم جماعة البريمير لايت، صافي تكونوا بخير. معكم الأستاذ عبد المهيب بن هاشمي. اليوم رانا في درس الدائرة المثلثية. هذا الدرس ما بين دروس المعقدة نوعا ما لبعض التلاميذ، يعني ما يلقاش كيفاش يبداه، ما يلقاش كيفاش يفهمه، تجيها حرصة جديدة. لهذا اليوم راح نسيو نبسطو لكم مفاهيم، وراح نقول لكم كيفاش تقدروا تجاوبوا على أي تمرين تاع الدائرة المثلثية. أكيد راح يكون الفيديو هذا مقسم إلى أجزاء، راح يكون الجزء الأول نتكلموا على القيس الرئيسي، ثم تمثيل الصور، ومن بعد ان شاء الله راح نديروا كيفاش نخرجوا الكوسينوس والسينوس، كيفاش نبسطوا العبارات وما الى ذلك. ان شاء الله نبداو على بركه الله. قالنا عين القيس الرئيسي للاقواس، عطانا مجموعه من الاقواس، قالك عين القيس الرئيسي. قبل ما نبداو خلينا نتفقوا واش معناتها القيس الرئيسي. القيس الرئيسي هو تلك الزاويه الصغيره اللي راح نحددوها. واش حبي يقول؟ انا كي نعطيك مثلا زاويه جايه هنا، شوف معايا، نعطيك هذا القوس ولا هذه الزاوية، متفقين؟ هذه مثلا نقولوا قيسوها بي على 6 مثلا، معايا؟ من هنا لهنا عندي بي على 6، لو كان ندير دائرة كومبلي ونعاود نولي لهنا راح نخرج في نفس الزاوية، متفقين؟ لكن راح يخرجوا لي زاويتين متساويتين، لكن الفرق شنو هو؟ هو أنه كاين زاوية دارت دورة، كاين زاوية لا، حنا راح نحوسوا على الزاوية اللي بلا دورة. يعني بلا دوره تاع دو بي. واش معناتها هذه دو بي؟ خلينا نبداو، شوفوا معايا هذه الزاويه شحال هي؟ الصفر. هذه الزاويه هي بي على 2، هذه الزاويه علاش بي؟ لانه خلينا نتفقوا متفاهمين باللي بي يساوي 180 درجه، حاب يقول زاويه مستقيمه، اسمها هذا كومبلي بي، النص تاعو هو بي على 2. هذا ثلث ارباع، هذا ثلث ارباع هو 3 بي على 2، بي على 2، زوج بي على 2، 3 بي على 2، وهذا 2 بي. تسمى كي دير دوايره راح تكون 2 بي. خلينا نعاود نوليو للمثال اللي قلنا، قلنا هذه الزاويه شحال؟ بي على 6. كي دير دوايره كومبلي تسمى بي على 6 زائد 2 بي هي نفسها بي على 6، طيح في نفس النقطه. شوف معايا، ها بي على 6 هاي ندير دوايره، نعاود نطيح هنا دوايره كامله، نعاود نطيح هنا، تسمى نعاود نطيح بي على 6. حبي يقول بي على 6 هو نفسه بي على 6 زائد 2 بي، معايا؟ ولو كان نزيدو نديرو دوايره وحده اخرى، تسمى هو نفسه بي على 6 زائد 2 بي زائد 2 بي، زوج دوايرات، حبي يقول 4 بي، معايا؟ هنا واش نستنتج؟ نستنتج باللي العدد الزوجي تاع البي مهمل، العدد الزوجي تاع البي مهمل، علاه؟ لانه يطيح في نفس النقطه، كي دير دويره تطيح في نفس النقطه، متفقين؟ حنا واش راح نديرو؟ راح نخرجوا هذوك الدويرات، هذوك الدائرات اللي راح نديروهم، يعني البي المهم، يعني القياس المهمله هذوما اللي هما اعداد زوجيه لبي، معامل زوجي مضروب في بي، ونحيوهم من الحساب. اسكو متفقين؟ واضحه الفكره؟ صح. نبداو، نبداو بأول مثال اللي هو 114 من بي، 114 من بي على 4. انت واش تروح دير هنا؟ تبع معايا، واش تروح دير؟ تروح تقسم، تروح تقسم 114 على 4. شوف، تقسم 114 قسمة 4، شوف معايا شحال خرجت لي، تخرج لنا 28.5. انت واش تروح دير؟ تروح تشوف هذه 28 العدد الصحيح فقط، 28 واش دير له؟ تضربوا، تضربوا في 4، تضربوا في هذا المقام، شحال اللي يخرج لك؟ يخرج لنا 112 معايا على 4 بي، معايا؟ ركز معايا الخطوات. هنا راح نعطيك انا طريقه اللي راح تخرجك دائما، ما كانش هذيك الطريقه تزيد بي نقص بي، ما تلف لك وقتاش تزيد وقتاش تنقص، تبع معايا الطريقه راح تخرجك دائما. نعاود 114 تقسمها على 4، متفقين؟ واش تخرج؟ خرجت لنا 28، هكذا 28.5، حنا ندو العدد الصحيح برك، 28 نضربو في 4 خرج لي 112، 112 على 4 بي، واش ندير له؟ نزيدو له زوج بي، علاه؟ باش 112 زائد زوج بي يعطيني 114، اسكو متفقين؟ واضحة؟ الآن 112 قسم 4 شحال لقيناها من قبيل؟ لقيناها 28، لقيناها 28 بي زائد زوج بي على 4، واضحة؟ الآن هذه 28 فردي ولا زوجي؟ حنا
احنا واش قلنا؟ قلنا الزوجيه اللي تكون من الشكل 2 كاب بي بيقول عدد زوجيه مهمله بيقول هذا يا واش تبقى لي؟ تبقى لي 2 بي على 4 2 بي على 4 من الافضل واش دير؟ تروح تبسطها 2 مع 4 نختزلوها واش تولي لي بي على 2 بي على 2 والله هذه هي حب يقول هذا القيس كيندور وين راح نطيح؟ راح نطيح في بي على 2 حب يقول هذه هي 114 بي على 4 اسكو متفقين شتو هاد الشغله بسيطه نعاود واش درت 114 قسمت على 4 خرجت لي 28.5 انا درت غير الجزء الصحيح 28 خرجت لي 28.5 انا واش درت الجزء الصحيح هذا ضربته في 4 ضربته في المقام باش يمشي نبقى في نفس الطريقه خرجت لي 112 بي على 4 واش غنزيد لها باش تولي 114 112 زدت لها زوج زدت لها زوج وكملت الحساب تاعي هل واضح متفاهمين هاي نكملوا الباقي صح جيد هاي نروحو دوكا 150 تبع معايا 150 جيد هاي نروحو دوكا 150 150 حنا عندنا مي بي هو 180 هكذا مي بي هو 180 بيقول 150 هو شنو نديرو عملية ثلاثية 150 بي على 180 150 بي على 180 نروحو نختزلوها نقسمو على مثلا نقسمو على 30 مثلا تخرج لي 5 بي على 6 نختزلو برك تقدروا من الحاسبه كاين طريقه للاختزال صح 5 بي على 6 وين راح تكون حنا عندنا هذا بي على 2 متفقين وعندنا هذا شوف معايا عندنا هذا بي على 3 تسمى بي على 6 راح يكون لك هنا واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة خمسة بي على ستة راح يكون خمسة بي على ستة أنا الأقياس ماهوش متساويين لأنه ما عنديش المنقالة ماهوش نخدم بالمنقالة لكن أنت راح تخدم بالمنقالة وراح هذا بي على ستة بي على ستة راح يكون فيه 60 درجة متفقين؟ واضحة صح 30 درجة عفوا راح يكون فيه 30 درجة اسكو متفقين صح هكذا نكون لقينا القيس الرئيسي تاع 150 هاي نروحو دركا 114 نروح 1999 ناقص 1999 بي على 6 هذا راح نخدمو بنفس الطريقة واش نديرو نروحو نقسمو 1999 تبع معايا 1999 قسمة 6 خرجت لي 333 فاصل واش ندير انايا ندير هذيك 333 نضربها في 6 شحال يخرج لي 1998 خرج لنا هذه اسمح لي قول هي ناقص 1998 تي على 6 متفقين هذه ناقص 1998 شحال خصها باش تولي 1900 ما تغلطش راهي بالسالبه تسمى لازم نزيد نقص لها نزيد نقص لها شحال نزيد نقص لها بي على 6 ناقص 1998 بي نقص لها بي شحال تولي 1999 خرجت على سالبه واضح هنا واش تولي لي هذه واش تولي لي راح نقسم 1998 على 6 1998 على 6 تخرج لي 333 333 بي ناقص بي على 6 واضحه هذه 333 ناقص 333 فردي ولا زوجي فردي جيد تسمى راح تروح ويبقى لي منها كم يبقى لي منها بي واحد الزوجي يروحوا يبقى لي منها بي واحد متفقين ناقص بي على 6 او بي زائد ناقص بي على 6 على بي ناقص بي على 6 لانه بي شوفوا هذا اتجاه موجب وهذا اتجاه سالب البي ولا ناقص بي راح يطيحوا في نفس النقطه متفقين البي ولا ناقص بي راح يطيحوا في نفس النقطه معايا حبي يقول هنا كي لقيت ناقص بي ولا نقال بي كيف ناقص بي على 6 شوف معايا بي اي ناقصوا البي على 6 راح نطيحوا هنا راح نطيحوا في 5 بي على 6 كذلك واضح ثم ناقص 1900 ناقص 1999 قسمة 6 راح يجينا هنا كذلك راح جينا في نفس النقطة مع 5
5 بي على 6. نروحو نكملو ناقص 2009 بي. نديرو هنا مثلا ناقص 2009 بي هذا الفرضي هو نفسه ناقص بي وهو نفسه بي تفقين سما ناقص 2009 بي تخرج لنا 2009 بي راح تكون هنا معايا. نروحو لموراها 2000 بي. 2000 بي هذا الزوجي هي نفسها الصفر حب يقول راح تكون هنا خلاص نورمال متفقين باللي العدد الزوجي راح يدير للصفر واضح. 73 بي على 3 واش راح نديرو؟ ممتازة نقسموها على 3 73 قسمها 3 شحال خرج لنا؟ 24.33 هذيك 24 نضربوها في 3 تعطينا 72 يقول 72 بي على 3 واش ندير؟ لازم نزيدو له بي على 3 باش يولي 73 معايا. 72 قسمة 3 شحال يعطينا؟ عطانا 24 24 بي زائد بي على 3 هذا يروح تبقى لي بي على 3 بي على 3 راح تكون لنا هنا بي على 3 اللي هي 60 درجة. اسكو متفقين اللي هي حنا ما نكتبولوش بي على 3 نكتبولو 73 بي على 3. كان هذا درس للدائرة المثلثية وكيفية حساب القيس الرئيسي وتمثيله على الدائرتان. اسكو واضح؟ نعاود نديرو ملخص خفيف. واش قلنا؟ قلنا نقسمو نقسمو البسط على المقام يخرج لنا عدد بالفاصلة ولا يخرج لنا عدد طبيعي على حسب التمرين. إذا خرج لنا عدد بالفاصلة نديرو الجزء الصحيح نضربوه في المقام ثم نفككو كأن رانا نفككو الكسر تاعنا. إذا كان زوجي مهمل ويبقى لنا الجزء الآخر، إذا كان فردي يبقى لنا منه بي والجزء الآخر نخدمو به باش نعرفو وين راح نديرو التعيين ولا التعيين تاع الصورة تاعنا. هذا كان الجزء الأول من درس الدائرة المثلثية. نتلاقاو في الجزء الثاني راح نتكلمو فيه على الكوسينوس والسينوس كيفاش نحسبوهم عن طريق القياس الرئيسية. سلام.